انت هنا الان خلاص يعني لازم انت الان لكي تفهم الكلام اللي جاي لابد ان تهضم ما سمعت وما قرأت من خلال موقف العلماء الفقهاء والمحدثين والاصوليين واصحاب النظر في الحديث المرسل بين القبول وبين الرد مطلقا او مقيدا. هنا بقى هنتكلم على امر اخر خالص، ان المرسل اذا جه من وجه اخر مسند، إذا جه طريق تاني نفس الحديث له طريقان نفس، يعني نضرب مثال، هب أن بيتك له سكتان أو طريقان يوصلان إليه، لكن أحد الطريقين مرسل في واحد ساقط، والطريق التاني سليم متصل، طب في أي الطريقين أمشي فيهما؟ أروح للحديث عن طريق المرسل ولا أروح له عن طريق المسند؟ فإن جاء المرسل من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أقعد، كان الحديث انتقلنا إلى الحكم عليه بالصحة بلا خلاف عند العلماء. وهنتكلم على كلام الإمام الشافعي، تفضل اقرأ. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين. لا انتظر خلاص كده، دي فقرة، دي عبارة الحقيقة الإمام الشافعي أثاره، هو يريد ألا يقبل المرسل على الإطلاق. يبقى المرسل أصلا عند الشافعي إيه؟ عند الشافعي ضعيف، عند الشافعي ضعيف، لكن متى يكون المرسل صحيحا ومقبولا ومعمولا به؟ قال والله لو هو جه من طريقين، من أحد طريقين، يا إما جاء هذا الحديث المرسل من وجه آخر مسند، يبقى أنا عندي إيه؟ الحديث الواحد له إيه؟ له طريقان، طريق مرسل وطريق مسند. طيب أصبحت الآن أنا مطمئن إن الحديث صحيح، إن بوروده إيه؟ من طريق آخر إيه؟ مسندا، أدي واحد. طب واحد يقول لي هنا لماذا تذهب إلى المرسل وتترك، لماذا تعمل بالمرسل وتترك المسند؟ أتفهمون الاعتراض؟ أنا ما دام المرسل عندي جه من طريق تاني إيه؟ مسند، يبقى المفروض أعمل بإيه؟ كما أضرب مثال، بيتك له طريق فيه مطبات وطريق تاني سالك، طريق يبقى طريق المطبات ده اللي فيه تكسير والطريق التاني سليم، كلا الطريقين يوصل إلى إيه؟ إلى البيت أو يوصل إلى الحديث. طب أنت تخليني أمشي ليه في الطريق اللي هو مرسل أو بتعبير آخر الطريق اللي فيه مطبات؟ أتتصورون التوصيف؟ قال لأن الطريق اللي هو فيه مطبات مختصر يوديني بسرعة إلى البيت، تفهمون؟ إنما الطريق الطويل ده المرصوف طويل عليا، فإذا كنت ممكن أوصل البيت من خلال الطريق القصير اللي فيه مطبات خلال 5 دقائق، فالطريق التاني اللي هو مرصوف وطويل عليه وصلني بعد نص ساعة، يبقى أنا أتحمل الإيه؟ أتحمل ال5 دقائق في سبيل أصل إلى إيه؟ أصل إلى بيتي، وتركت في نفس الوقت إيه؟ الطريق. إن هو كذلك الحال، ربما يكون الطريق اللي فيه إرسال اللي فيه سقط رواته أوثق وأضبط وأعلم من الطريق، إن هو الطريق المسند. المسند ده ربما يكون فيه علة، ربما يكون فيه واحد ضعيف إلى آخره، لذا يؤثر الطريق إن هو الطريق اللي هو المرسل وأترك الطريق إن هو. آدي الإمام قال لك فإن صح مخرج المرسل بمجيئه بلفظه أو بمعناه من وجه آخر مسندا، آدي واحد، او جل او يبقى ده طريقين اهو بقى، يبقى انا همشي بالطريق اللي هو المرسل ولا المسند الان؟ المرسل. طب المسند ايه مشكلته؟ مشكلته في مشكله ان الاسناد ده يوجد في ايه؟ يوجد في طريقه واحد متهم،
او واحد سيء الحفظ او واحد مغفل او يبقى انا ما اروحش للطريق المسند وهروح للطريق اللي هو. لكن المرسل المسند قوى الايه اعتضد به. او حاجه تانية، ان الحديث ده بلفظه او بمعناه ورد مرسلا من طريق تاني غير الرجال الاولانيين، يبقى ورد مرسل من طريق تاني. افهمتم الصورتان؟ يبقى عندي صوره مسند مع ايه مع لا مرسل مع مسند. انا جنحت الى الايه الى المرسل. طيب انا معايا نفس الحديث روي من طريقين مرسلين، خلاص الطريق الاولاني رواته يختلفون عن رواة الطريق الثاني. اتفهمون هذا؟ يبقى انا برضو هعمل بالمرسل. كان المرسل يبقى المرسل في الصورة الاولانية صحيح لانه قوي بالطريق انه المسند، والمرسل في الطريق الثاني ايضا صحيح لانه اعتضد بالمرسل لان الرواة دول غير الرواة دول. ادي وجهة نظر الايه الشافعي. لكن قال لا، لاحظ انا بتكلم معك من منظور تاني، وهو ان كلامي مع كبار التابعين. اذا كان الحديث مرويا عن كبار التابعين، اذا كان الحديث مرويا عن كبار التابعين وورد مرسلا ومتصلا، اهلا وسهلا، كان حديثه صحيح. واذا ورد مرسلا كان حديثه صحيحا. نعم، اقرا بقى العباره دي ثاني. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر. انتوا عارفين أو نحوه يعني إيه؟ يعني ليس بنفس اللفظ إنما يؤدي المعنى، لأن إحنا عندنا لما بنخرج الحديث بنقول إيه بقى؟ بمثله. والله لو قلت بمثله يبقى صورة طبق الأصل، يبقى اللفظان متطابقان، يبقى اللفظ ده لفظ المرسل مطابق تماما للفظ الحديث اللي هو المسند، يبقى ده تطابق بالمثل. طب إذا جاء بقى كلمة زايدة، كلمة ناقصة، كلمة تراب المعنى، يبقى ده بالنحو، بنحوه. يبقى نحوه لا يشترط الإيه؟ التطابق بإيه؟ باللفظ، إنما بتكون بالمعنى. نعم. أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين. ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أدي واحد ها. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أن يوافق قول صحابي يفتي أكثر العلماء بمقتضاه فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. أيوة، مرسله. هنا بقى كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام الشافعي لكي يقبل ما احنا قلنا زمان لكم إن المرسل أربعة أقسام، قلنا المرسل أربعة أقسام، يا مرسل كبار صحابة، يا مرسل صغار صحابة، هذان قسمة، يا مرسل كبار تابعين، يا مرسل صغار ايه تابعين. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. مرسل الصحابة بنوعيه، مرسل الصحابة مقبول وحجة ولا خلاف فيه اطلاقا، سوى احنا قلنا واحد بس اللي مخالف وهو ابو اسحاق، ده ملوش قيمة عندنا، او مش ملوش قيمة يعني ما يمثلش ثقل عند المحدثين. اذا لو كان مرسل صحابة ايه بقسميه مقبول وأصبح في حكم المتصل. طيب مرسل كبار التابعين يقبل عند الشافعي بقى، يقبل بشروط، يقبل بشروط. ايه الشروط اللي احنا سمعناها الان بقى؟ انه اذا جاء مسندا من طريق اخر، ادي واحد، او جاء مرسلا عن غير الرجال الاولانيين، او هو اذا لو احنا جئنا للمرسل، لو احنا جينا للمرسل وليكن سعيد بن المسيب او لو عروة بن الزبير، لو سمحت انت بتروي الحديث ده عن من، اذكر لنا من ارسلت عنه فيذكره لنا ثقة،
إذا احنا طلبنا منه أن يصرح لنا بإيه؟ بمن أرسل عنه الحديث سيصرح لنا بإيه؟ وأنتم تذكرون أننا قلنا منذ قليل إن بعض العلماء لا يقبل الحديث المرسل إلا إذا كان صاحبه لا يروي إلا عن إيه؟ فالشافعي قال أنا محتاج منه أنه إذا سمى من أرسل سمى إيه؟ ثقة. أدي ثلاثة وأربعة. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا. لو أنا عملت قرنت رواياته بروايات الحفاظ المتقنين لم أرى له مخالفة أو لم أرى له مخالفة عنه. ده زي إيه مثلا؟ أنا بصحح ورقة، أنا صححت ورقة جابت جيد جدا، وحصحح ورقة تانية حقارنها بنفس الرواية. طب افترضوا إن هي جت بنفس المستوى حدها جيد جدا، فإذا أنا وجدت حفاظا مأمونين شاركوا هذا الراوي المرسل حديثه كان ذلك كان إرساله صحيحا، يبقى نمرة أربعة أو خمسة. وإذا شارك الحفاظ المأمونون هذا المرسل لم يخالفوه فيما روى. أيضا لو تبين عندي من خلال الدراسة أو من خلال التتبع أن الصحابة يعني عملوا بمقتضى هذا الحديث المرسل، أدي أمر آخر، أو أن أكثر العلماء يفتون بمقتضى هذا الأمر، لو فقدنا شرط من الشروط ديت كان هذا المرسل غير صحيح. ده الضوابط اللي وضعها الإمام الشافعي في إيه؟ في قبول مراسيل من؟ كبار التابعين. إذا كان هذه القيود والضوابط في كبار التابعين فما بالك بصغار التابعين؟ ولذلك لم يقبل صغار مرويات صغار مين؟ لذلك لا تسمى كما قلنا سابقا روايتهم مرسلة، بل تسمى إيه؟ منقطعة، لأن حيكون الساقط فيها أكثر من واحد تابعي أو أكثر من ذلك. نعم. فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله، فإن وجدت قبل. وجدت إيه بقى؟ الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها الآن، قبل مرسله. نعم. ويتبين بذلك صحة المرسل وما عضده، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناه. لا تاني، لا، فإن ويتبين بذلك صحة المرسل. ويتبين بذلك صحة المرسل وما عضده. لا، ما فيش وما عضده عندنا في النسخ، عندكم؟ لا مش موجودة. وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان. وأنهما أي المرسل وما عضده. عضده اللي هو إيه بقى؟ إحنا قلناه، يا إما جاي من طريق تاني مسند، يا إما جاي من طريق تاني مرسل، يا إما في قول صحابي أؤيده، يا إما عمل أكثر ما بمقتضاه. لو وجدنا خلاص يبقى الاثنين دول صحاح، المرسل أو المرسل وما قواه. نعم. وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بعدد الطرق، بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. بس نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.